يا زلمة طلع طلع، هذا عملاق فن ومسرح يا زلمة. طلع طلع كيف حمل عظمة يا زلمة، حملها وهي ضاوية. شوف شوف يا زلمة هاي الكشافات اللي ضاوية عليها زلمة، هذا وحش وحش وحش. شوف شوف كيف راكب على المكنسهان. شوف شوف فيلم الساحرة. أهلا وسهلا، شو اللي جابكو؟ لكون جايين عشان فيحة بدل ارتين تكش الدرج ما تكش درج. أنا عندي نادي الجندي جوا، عندي سعد يونس، عندي هند صبري، مش فاضي لإراساتكم. سمح لي جايينك عشانك فنان ومخضرم فاهم، حدا بنسى فيلمك عودة الندل يا زلمة. لا يا زلمة، عودة المديون، عودة الكلب. سويت دور كلب بس سويته دور أخو شيلي اللي انبسط علي المخرج. أهلا وسهلا. أهلا. جايين أنتوا في إشي؟ يعني بدنا نضل واقفين؟ بقول لك عندي سعد يونس جوا، عندي إلهام شاهين، عندي هند صبري، عندي سميحة. فيش عندي حدا. إيش في؟ كل اللي عملتها مسرحية اسمها بقايا مفلس في الصف الثاني، ومثلت دور جندي، وأصلا كل كنت تحكي كل كنت تحكي مولاي الملك ومرة نسيت. يا عمي أنا ممثل فاشل، أنا كلب، أنا خندرة، أنا حمار منيح. شو اللي بدكم إياه؟ قولوا لي شو اللي بدكم إياه؟ أبلش أشلح. أستاذ نصيف اجل. تفضلوا تفضلوا. تحت تسوي شيء؟ شو تحت تسوي؟ يعني قصدي قهوة، أنت راح بالك لأشياء ثانية، تفضل. يا أخ نصيف لوزي، بما إنك فنان العمارة شايف كيف، وإحنا موظفين وبنروح على الساعة 8 على الشغل وبنروح على الساعة 10 وما فيش ورانا لا شغلة ولا عملة، قلنا نجيك تعمل لنا حفلة، نجيب النسوان وأولادنا وتعمل لنا حفلة في الكراج تمثل. نعم. بدناش فيها لا إيحاءات لا دينية ولا أي نوع من الإيحاءات السياسية ولا شيء. شو يعني بطلع اخرس ما احكيش شيء؟ يعني احكي عن الرياضه عن اللواء. لا 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 الرياضه لا، طنيب على وياك، انمسحت في كرامتي الارض، شفت اللي ما شافوش حدا، شفت الديكنب. يا رياضه اعوذ بالله، مش بس فوتبول وانديه، لا كمان سباحه تنس اي شيء رياضه لا. مين المخرج؟ ما فيش مخرج. مين الكاتب؟ ما فيش كاتب. مين بده حاسب؟ ما فيش حدا فيش حاسب. ما ايش بتطلع؟ فاير انف. فاير انف. فاير انف. يا فايزه سوي قهوه للشباب. مين فايزه؟ فايزه احمد. خليكوا شباب، خليكوا شباب، جاي عبد الحليم وجاي ورده راح تغنس بتونس فيك. راح نسوي اوركسترا كبيره في المركز الثقافي الملكي. اطلع. وجاي فريد شوقي. حدش يلعب في البرادي. أيها الجندي، هل تعتقد أني أعلم ما لا يدور في الخفاء؟ وهل تعتقد أن هناك شيئاً ممكن أن يكون لا أعرف؟ ما شاء الله ما شاء الله، فنان العمارة يا عمي، فنان هيبة هيبة يا زلمة. بدكم تقلبوها مسخرة؟ هي توم أنجيري وعدنا نولينا، بدنا نمثل خلاص يا زلمة، ما حكيتش كلمتين لسه. بعدين